الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان يهز العالم ويفاجئ الوحش المغربي يوسف النصيري بهذا التصريح الأسطوري بعد تألقه الكبير مع فريقه إشبيلية ويصفه بالمهاجم المرعب. ولكن قبل الدخول في التفاصيل، لو كنت من عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي، أتمنى تدعمني شرفني بلايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة المقبلة. إشادة كبيرة جدا من الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان بالهداف المغربي يوسف النصيري، حيث أكد زين الدين زيدان اليوم في تصريحاته أن يوسف النصيري يعتبر من أفضل 3 مهاجمين على مستوى العالم حاليا. واستمر زيدان في الإشادة العظيمة بالنصيري مؤكدا أن يوسف النصيري مهاجم متكامل، أي فريق في العالم يتمنى امتلاك مهاجم بقدرات وبمواصفات المغربي يوسف النصيري. أيضا زيدان أكد أن يوسف النصيري كان له دور عظيم لحصول منتخب بلاده المنتخب المغربي على المركز الرابع في المونديال الأخير بقطر. ووصف زيدان يوسف النصيري بالمهاجم المرعب لأي فريق ولأي دفاع ولأي حارس مرمى. وتمنى زيدان كل التوفيق للنصيري خلال الفترة المقبلة، سواء مع منتخب بلاده المنتخب المغربي الكبير أو مع فريقه فريق إشبيلية الأسباني.